ولمتابعة الأحداث والتطورات في فلسطين المحتلة التي تشتبك الآن مع العدو الصهيوني من مسافة الصفر في قطاع غزة بالرشقات الصاروخية وبالعمليات الفدائية، وكذلك في القدس وفي الضفة الغربية وحتى في المناطق المحتلة عام 48 التي شاركت بفعالية واسعة وكبيرة في الأحداث ليلة أمس. معنا من فلسطين المحتلة من الداخل المحتل الأستاذ صالح لطفي، الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بك معنا أستاذ صالح. حياكم الله أخي الحبيب. أهلا وسهلا فيك، وكذلك أرحب من غزة بضيفي الأستاذ سعيد بشارات، الخبير المتخصص في الشأن الصهيوني. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد. طيب أستاذ سعيد يبدو أنه لا يسمعني. أستاذ صالح أبدأ معك، كيف تقيم تطورات الأحداث حتى اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، سلام لك ولكل إخواني في فضائية الرافدين وللمستمعين والمشاهدين، حياكم الله. أتمنى صياما مقبولا في هذا اليوم المبارك الكريم. التطورات التي حدثت في 48 ساعة الأخيرة أعتقد أن مآلاتها حتى هذه اللحظة تؤول إلى توازن واضح بين القوتين المتواجهتين، المقاومة من جهة وظهيرها الشعب والوطن الفلسطيني، والقوات الإسرائيلية الممثلة بالجيش والمخابرات وجرس الحدود والشرطة. في سياق المعادلات، أنا في اعتقادي أن إسرائيل حتى هذه اللحظات خسرت مرتين، خسرت على المستوى المعنوي وعلى المستوى الهوياتي. على المستوى المعنوي، المعنويات في لدى الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، في الضفة الغربية، في القطاع، في القدس، في الداخل الفلسطيني مناطق 48 جدا جدا مرتفعة، ليس فقط بسبب أن إسرائيل كدولة احتلال فشلت في المسجد الأقصى المبارك رغم وحشية ما قامت به في الأيام الأخيرة، وليس فقط بسبب المقاومة في قطاع غزة وردها سريع على تهديدات إسرائيل، بل ولأنه لأول مرة في تاريخ جدل العلاقة القائم بين الفلسطينيين كمكون، نعم، مع كل تنوعاته والاحتلال بكل جبروته، سقطت قناعتان، سقطت قاعدتان، سقطت قاعدة الخوف وسقطت قاعدة التراجع. قاعدة الخوف تجلت سقوطها في مواجهات القدس في كل أنحاء مدينة القدس في 48، وكان ذروتها أمس في المقاومة في غزة، والتراجع من خلال أن الوعد الذي قاطعته المقاومة ونفذته، ومن خلال الثبات الذي تم ولا يزال لأهلنا في القدس وفي الداخل الفلسطيني. نعم، أرجو أن تبقى معي أستاذ صالح. أرحب مرة جديدة بالأستاذ سعيد بشارات، الخبير المتخصص بالشأن الصهيوني. مرحبا بك معنا سيد سعيد. أهلا وسهلا فيك. أستاذ سعيد، لا يغيب عنك ما يدور في الداخل الصهيوني، أنت يعني تلتقط كل شاردة وواردة من هناك، ولذلك اسمح لي بالسؤال عن ما الذي يدور في داخل الكيان، مع العلم أن هناك وسائل إعلام تتحدث عن مدينة رعب في عسقلان على سبيل المثال، وعن مقتل اثنين من الصهاينة هناك وإصابة آخرين، وتتحدث بأن الحكومة الصهيونية لم تكن تقدر الأمور على النحو المطلوب، وبالتالي هي تفاجأت برد المقاومة الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما ذكرت، حالة حاليا من الرعب في عسقلان وفي غلاف غزة وفي منطقة حتى المركز، لا يوجد أماكن آمنة كما يقول المستوطنون، لا يوجد أماكن آمنة للمدارس. واليوم لم تكن هذه الحالة الجارية الآن فقط عملية إطلاق صواريخ فحسب، بل سقطت بهذه العملية كل أكاذيب الاحتلال، سواء النفسية الإعلامية وحتى حقيقة الجاهزية الجبهة الداخلية لأي شيء. اليوم الاحتلال يتحدث عن أن المدارس غير جاهزة لاستيعاب الطلاب، لذلك تم تعطيلهم. الجبهة الداخلية كانت تكذب على جمهورها، الإعلام كان يكذب على جمهوره، كان يقول السنوار بخليش الضيف والضيف بخليش السنوار، طلعت الأمور لا تختلف بشكل كلي. واليوم كل هذا بيطلع على السطح ويلومون بعضها، كانوا يتوقعوا أن التهديد حكي هيك فاضي والغزازوي
راضيين بهالكم من مليون دولار تحت قطر وساكتين، لكن الامور تكشفت واتضح لجمهورهم اول شيء كلمه حكومتهم الضائقه السياسيه التي يعيشونها في هذا الوضع، لذلك فعلا يعيشون الان في حاله رعب كبير جدا في عسقلان، لانهم ليس فقط يضرب عليهم صواريخ لانهم لا يملكون حكومه. على 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 ذكر ضرب الصواريخ استاذ سعيد، نحن لا نتكلم عن صاروخ وصاروخين ولا نتكلم عن قبه حديديه تستطيع ان يعني تصد بعض الصواريخ، نحن نتكلم عن رشقات كبيره وصواريخ من العيار الثقيل، يعني 137 صاروخ أطلقت في غضون 5 دقائق من مناطق متفرقة من قطاع غزة وأدت إلى ما أدت إليه في عسقلان. صحيح، الرشقات كبيرة جدا، ويبدو أن الجيش يدرك حجم التحدي، أن قطاع غزة والمقاومة في قطاع غزة ذاهبة حتى آخر لحظة، لذلك هو يدرك هذا الشيء. المقاومة قوية جدا في ردها، رشقات كبيرة جدا الآن كما ذكرتم، مقتل مستوطنين في عسقلان، الأمور حتى اللحظة رغم اجتماعات أمنية تعقلها دولة الكيان إلا أنها لم تتخذ حقيقة أي إجراء كبير. لماذا؟ لأنهم يفقدون كابينيت، لا يوجد كابينيت عندهم، اي مجلس وزرائي مصغر للامور الطارئه، لا يوجد، غير قادر على الانعقاد والالتئام لان اقطابه متحاربون متشاكسون متحاربون، يعني عندهم خلافات سياسيه، لذلك هذه الامور الان الوضع هذه صورته في دوله الكيان. وللعلم يعني هناك اصوات كثيره متفاجئه مما حدث، ان يصبح الانظار حقيقه، ان تضرب القدس بهذه الجرأة في وضح النهار بعد إعطاء إنذار واضح بالدقيقة والساعة والثانية. يعني هناك يعني ردود فعل كبيرة في دولة الاحتلال غاضبة جدا، مش قادرة يعني بحقيقة تستوعب ما يحدث. هناك دعوات لتوحيد الداخل الصهيوني سياسيا، انسوا خلافاتكم انسوا مصالحكم، لكن لا احد منتبه للامور. نفتالي بنت مشغول بده يسوي حكومه، لذلك مشغول مش فاضي، بروح على راعم بروح عام، مشغول جدا. ونتنياهو برضه بيخرب على نفتالي بنت والشعب ما في الهوى عندهم. نعم، ابقى معي لو سمحت استاذ سعيد. استاذ صالح، من الداخل المحتل من ام الفحم، يعني نحن امام مقاومة استطاعت بالفعل أن تكون الدرع الواقي والحامي لشعبنا، وهي تنتصر الآن للقدس المحتلة. هذه القاعدة التي أرستها المقاومة الفلسطينية في أنها مقاومة لكل فلسطين، لكل شبر من فلسطين، ما قيمتها؟ ما مكانتها الآن؟ ونحن لا نتحدث عن مقاومة تصد هجوم عن غزة، إنما عن مقاومة تصد هجوم على القدس المحتلة الآن. يعني وحدت الوطن ووحدت الجغرافيا الفلسطينية بشكل لم يسبق له مثيل. الحقيقة أخي الكريم أن الصورة يجب أن تكون كالتالي، أن الذي وحد الفلسطينيين، كل الفلسطينيين، الكل الفلسطيني بكل تنوعاته الفكرية والأيديولوجية والدينية، هي مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. لا شك أن حركة أن المقاومة في قطاع غزة منذ سنوات شخصت بشكل دقيق جدا رؤيتها وأولوياتها، ولطالما تحدثت عن أن القدس وهي بوصلتها والمسجد الأقصى المبارك هو درة تاجها، وبالتالي الأحداث التي ألمت بالمسجد الأقصى المبارك من اعتداءات غاشمة من الاحتلال على المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك دفع المقاومة إلى رفع السقف، ورفع السقف هذا وجد تجاوبا وتناغما هائلا لدى الفلسطينيين، كل الفلسطينيين في الضفة في القطاع في 48 وفي مدينة القدس. ولذلك نظر إلى المقاومة في القطاع على أنها هي رأس الحربة في مشروع التحرر الفلسطيني، ومن ثم رأينا أن أسماء بعض المجاهدين رفعت
ذكرت في تظاهرات في المسجد الأقصى المبارك وفي أحياء مختلفة من مدينة القدس، وبالتالي ثم التداخل كبير جدا. أنا أسميه التداخل المعنوي الأخلاقي من جهة، والتداخل الهوياتي. نحن أخي الكريم الآن في مناطق في فلسطين التاريخية ثمت إعادة، وهذا مهم جدا، ثمت إعادة لبناء الهوية الفلسطينية على أساس عقدي ديني وطني قومي. وهذه الرؤية التي تتقدمها المقاومة في قطاع غزة، في اعتقادي أن السنوات القادمة ستكون لها تأثيرات هائلة على مستوى المعادلات. وكأنك تقول أستاذ صالح أن المقاومة الفلسطينية قبل أن تخوض مقاومة عسكرية مشرفة كما نشاهد الآن ونتابع، حيث أن يعني عدد المستوطنين الذين قتلوا في عسقلان ارتفع إلى 2، وهناك أكثر من 21 إصابة نتيجة هذا القصف المبارك من المقاومة. في المقابل طائرات العدو كما يظهر في الشاشة تقوم باستهداف دار للأيتام أو مدرسة للأيتام في منطقة دير البلح وسط مدينة غزة. هذا هو ديدن الاحتلال، الخسة والنذالة في استهداف حتى الأهداف المدنية. اسمح لي أتوقف مع الأستاذ سعيد قليلا. يعني نحن أمام مقاومة متطورة تعمل بشكل بعمل نوعي لافت أستاذ سعيد، وتستخدم أدواتها حتى الآن بمهارة وحكمة وروية في نفس الوقت. يعني قبل قليل تابعنا أن هناك طائرة مسيرة تتبع للمقاومة قامت باستهداف مجموعة من الجنود على حدود قطاع غزة، وأدى ذلك إلى إصابة أحد الجنود بإصابة مباشرة، ورشقات صاروخية متتالية كما ذكرنا سابقا، وهناك أيضا محاولة لخوض حرب نفسية هائلة مع العدو واللعب على وتر هذا المجتمع غير المتجانس، المجتمع أو التجمع الصهيوني الخائف دائما من غزة ومن المقاومة. سيد سعيد، قدرة المقاومة على استخدام كل هذه الأشكال والأدوات والأساليب بهذه الحكمة وبهذه القدرة الكبيرة لحصد ثمار ونتائج إن شاء الله مشرفة. أنت فعلا ذكرت شيء مهم، وهو إدارة المعركة مع الاحتلال بهذه القدرة من التنسيق واختيار الأهداف. يعني لا شيء يوجد شيء يتم عبثا وفق الخطة التي ربما وضعتها المقاومة، سواء من لحظة خروج التحذير الأخير إلى هذه اللحظة. هناك إدارة يعني بقدرات كبيرة للموضوع، لدرجة أن الإعلام الإسرائيلي يقول أن الجيش الإسرائيلي والشباب فقد القدرة الإبداعية وانعكست للتحول في يد المقاومة. هذا عنوانين قرأتهما هذا الصباح، ومن كتاب رئيسيين كأليكس فيشمان فيجوس أحرانوت وآخرين. فهذا الأمر مهم جدا، هناك إبداع في عملية إدارة المعركة مع الاحتلال. بحيث أنت أو المقاومة هي من تحدد ماذا يفعل الاحتلال، أو تحدد له كيف يتصرف لكي لا يقوم بعملية واسعة، وكي يطلب هو الهدنة والتراجع والانسحاب وفق الشروط التي طلبتها المقاومة. هناك فعلا إدارة سليمة حكيمة واعية مخططة للمعركة، سواء في العمل أو في الأدوات الآن التي تستخدمها المقاومة، هي عبارة عن صواريخ، هي عبارة عن كما ذكرت حوامات. لكن ذكر القسام أن هناك مفاجآت في الطريق إلى ما استمر العدوان الإسرائيلي، لذلك هناك أدوات لم تستخدمها المقاومة، ولا أعتقد أنها من المستبعد أن تستخدم فيما إذا تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذه الأدوات ربما تستخدم ربما تكون مفاجآت للعدو وحتى لنا. مفاجآت للجميع كما عودتنا المقاومة حتى آخر لحظة من القتال والمعركة. ابقى معي أستاذ سعيد. أستاذ صالح، تحدثت عن هذا الوعي الهوياتي والوعي العميق الذي تكرسه المقاومة، ويعتقد مراقبون بأن النجاح الأكبر لهذه الجولة من القتال ولهذه المعركة التي أطلقت عليها المقاومة اسم سيف القدس
مقابل طبعا اسم حارس الأسوار، وكأنهم يؤمنون بالأسوار، هم يريدون أن يهدموا هذه الأسوار في المدينة المباركة. النجاح الأكبر كما يعتقد مراقبون أستاذ صالح هو أن هذه المقاومة تنجح في ترسيخ أنها مقاومة الشعب الفلسطيني كله، وفي إشراك قوى الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل وفي الضفة الغربية وفي القدس وفي الشتات في هذه المعركة وليس فقط في غزة. أخي الكريم، التداخل الفلسطيني هو نتيجة طبيعية لحجم الظلم النازل عليه. الظلم الذي يعيشه الفلسطيني سواء في الداخل الفلسطيني أو في القدس أو في الضفة الغربية التي بشكل أو بآخر مقسمة ومشتركة تقسيما بين مجموعة أوسلو ومخابرات إسرائيل، والظلم الوازل على قطاع غزة منذ عام 2008 إلى هذه اللحظات، هذه المظلومية حقيقة تترجمت في السنوات الأخيرة وتحديدا بعد عام 2012 وثبات المقاومة الأسطوري في قطاع غزة، ترجم في الوعي الفلسطيني بأنه لا يمكن للفلسطينيين الخروج من المأزق الذي يعيشون إلا من خلال مقاومة ذاتية، مقاومة مؤسسة على فعل ذاتي. ولذلك على سبيل المثال للحصر، أحد أهم ما أسميه القلق الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، وفي رأيي أحد أسباب هذه الحرب فضلا عن حقيقة ما يدور في القدس، هي أن المؤسسة الإسرائيلية تريد أن تفحص حقيقة إمكانيات المقاومة، تماما كما أن المقاومة تريد أن تفحص إمكانيات الاحتلال. وبالتالي نحن الآن أمام معادلة جديدة، أتمنى في المستقبل القريب أن تكون تداعياتها مباشرة على المسجد الأقصى المبارك. نعم. بمعنى أن ينتهي وللأبد الوجود الشرطي الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى المبارك. هي فرصة تاريخية للدول العربية وفي مقدمتها الأردن والسلطة الفلسطينية وتركيا ومنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ موقف حاسم ولمرة واحدة على تبييض المسجد الأقصى المبارك من الوجود الاحتلالي. يعني أنا في الحقيقة أريد أن أتوقف عند هذه النقطة، نقطة في منتهى الأهمية وكنت أفكر فيها مساء أمس، يعني هل نستطيع بالفعل أن نفرض على الاحتلال هذه القاعدة الجديدة؟ لماذا يكون هناك قوات للشرطة أصلا في المسجد الأقصى المبارك طالما أن هذا المسجد يعني هو مسجدنا وبقعة مباركة طاهرة؟ أشكرك على هذه النقطة أستاذ صالح، والأمل قريب والثقة كبيرة في المقاومة وفي الشعب الفلسطيني من أنها قادرة على ترسيخ هذه المعادلة إن شاء الله. سؤال أخير للأستاذ سعيد قبل أن يغادرنا، حول السيناريوهات المتوقعة فيما يتعلق بهذه المواجهة. بالنسبة للسيناريوهات لا أحد يستطيع الآن أن يقدر إلى أين تسير الأمور، لكن يمكن البناء على الأحداث التي جرت أو الواقع الموجود في دولة الاحتلال. أولا ما حدث هو أن المقاومة هي من بدأت هذه المعركة توقيفا وإنذارا وتفاصيل حتى ما يحدث في الميدان الآن، لذلك لا يريد الجيش والمؤسسة الأمنية أن تستمر في هذه العملية التي بدأتها المقاومة، لأن من يبدأ ينتصر، وهذه المعركة تخالف أهم مبادئ الفا ويخص عمل جيش الاحتلال غير المكرر لحد الآن بسبب عدم وجود حكومة إسرائيلية. لذلك لا أعتقد أن تستمر هذه الحملة الإسرائيلية من العدوان على قطاع غزة لوجود هذه الأمور الميدانية التكتيكية العملياتية في جيش الاحتلال التي تخالف العقيدة الأمنية للقرار. اثنين، لا يوجد حكومة إسرائيلية مستقرة، ما يوجد هو حكومة انتقالية غير فعالة متشاكسة متناحرة متضاربة، لا يوجد أي شيء يجمعها، غير قادرة على جمع الكابينات، غير قادرة على التشاور بخصوص مواضيع أمنية حيوية. لذلك أعتقد أن تهدأ الأمور بتدخلات تجري ربما الآن تحت الكواليس. أشكرك جزيلا أستاذ سعيد، إبشارات ولنا وقفات أخرى إن شاء الله، والشكر موصول للأستاذ صالح لطفي الكاتب والمحلل السياسي من الداخل المحتل، وإن شاء الله نلتقيكم في نصر قريب.